تعالوا بقى نعمل الكشك. عشان نعمل الكشك محتاجين، انا عندي هنا شوربة البط، احلى شوربة يتعمل عليها كشك شوربة البط، وعندي شوية لبن وزبادي ودقيق، وعندي البصل الوردة او البصل المتقطع شرايح رفيعة خالص، واكيد عندي ملح وفلفل وزيت. دول علبتين زبادي، دول علبتين زبادي اهو، يعني تقريبا ممكن يجولهم نقول 200 جرام مثلا، 250 جرام، يعني حاجة بتاعت ربع كيلو مثلا. اوكي، عليهم معلقة ملح، خلاص، واضرب كده كويس قوي لحد ما كل الكلاكع تختفي. اقوم منزلة عليهم معلقتين كبار من الدقيق. كبار يعني ايه؟ يعني معالق الاكل اللي هي دي بس مليانين. يبقى على ربع كيلو زبادي اخدت معلقتين كبار من الدقيق، معالق اكل مش معالق غرف، ومعاهم رشة الملح او معلقة الملح. هضرب ده مع بعضه وهركنه على جنب، هركنه على جنب عشان يتخمر، يعني ممكن اسيبه 10 دقايق ربع ساعة مثلا. هجيب كسرولة على النار وهحط فيها زيت زي ما انتوا شايفين كده، شوية زيت مش معلقة، شوية زيت. البصل ده هكون مقطعاه ارفع حاجة ممكنة، ورش عليه ملح وسايباه مدة من ربع ساعة لنص ساعة بعد ما ترش عليه الملح وهو متقطع رفيع خالص. هقوم واخداه وحطاه على الزيت هنا، بس انا طبعا ايه هستنى سنة الزيت بس ايه يسخن حاجة بسيطة. كده سخن، بسم الله الرحمن الرحيم. اقوم منزلة، اهو الصوت اهو دليل انه سخن مظبوط، وهقوم منزلة عليه البصل اللي اتقطع شرايح رفيعة جدا واتساب مدة نص ساعة، محطوط عليه ملح، ومحطوط يا اما على مناديل مطبخ يا اما على جوه صفاية مصفى، حط عليها البصل ورش عليه الملح عشان لو في مية زيادة تنزل، عشان ينشف معانا هنا في زيت كتير زي ما انتوا شايفين كده، مش زيت قليل. بصوا البصل انا متابعاه، يعني ايه بتكلم معاكم كلمتين وببص عليه، باخد مكالمة وببص عليه، بعمل حاجة في حلة تانية وببص عليه اهو. تمام، في الحلة دي ومدام يسر معانا على التليفون، حطيت شوية شوربة صغيرين جدا في الحلة وسبتهم يغلوا. بصوا صغيرين قوي اهم، يعني يجوا كده كوباية كبيرة تقريبا. هقوم عاملة ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هقوم جايبة سباتولا وهقوم واخدة الزبادي اللي احنا حطينا عليه رشة الملح والدقيق، وهقوم منزلاه هنا عشان اعمل الكشك. واقلب كويس قوي. اول ما يبتدي بقى الكشك يتماسك معايا هحط له نص كوباية من اللبن او الكريمة، او استكفى بالشوربة. لقيته تقيل هخفه بالشوربة، لقيته خفيف هزود له معلقة دقيق تكون متدوبة في اي سائل في درجة حرارة الغرفة برة. اللي هعمله دلوقتي هقوم واخدة كبشة من البصل اللي احنا اصلا عاملينه وردة اهو، عشان لازم اسيبه عشان يفضل مقرمش، وهقلبه جواه، وهاخد معلقتين من الزيت بتاع تحمير البصل، وهقوم جايبه دلوقتي الكوبايه بتاعه اللبن وخلاص. شكرا.